لقد أبلغت صباح هذا اليوم أنني حظرت من استعمال لايف على الفيسبوك لمدة شهرين، وكتبت منشورا في هذا الخصوص، ولكن الآن فوجئت عندما دخلت على اللايف أنه أتيح لي أن أدخل على اللايف. لذلك الآن سأسجل محاضرة اليوم، وهي في الواقع امتداد لمحاضرة الأمس، أي متعلقة ب يعني هي تابعة لمسألة النقد. يعني أنا توصلت أتكلم طبعا عن العقل العلمي، ووصلت إلى البعد السادس في العلاقة الجدلية بين النظرية والتجربة، وهذا البعد السادس هو النقد كريتيك. وتكلمت عن يعني بينت إلى أي مدى الكريتيك أساسي وضروري في تطور المعرفة العلمية وفي تطور النظرية العلمية. الآن الآن سأتكلم في الواقع امتداد لمحاضرة أمس، سأتكلم عن تطور مفهوم المكان، تطور مفهوم المكان في الفيزياء من أرسطو وحتى نظرية الأوتار الفائقة. هذا ما سأتكلم عنه. طبعا وضعت اليوم أنا منشورا في هذا الخصوص، ولكنه مقتضب، يعني ذكرت المحطات الرئيسية في تطور مفهوم المكان، ولكن كان مقتضبا. أما بالمحاضرة يعني الواحد يشرح، آخذ حريتي في الشرح. فإذا هون مفهوم الزمان، المكان في الواقع، أو التصور، بلاش نحكي مفهوم وإنما تصور المكان في الفيزياء، مسألة ضرورية جدا. المكان حاضر دوما في أي ممارسة، في أي تصور للكون، في أي تصور للطبيعة، المكان دائما حاضر. ولذلك يشعر دائما الفيزيائي بالحاجة إلى تنظير المكان، إلى وضع تصور للمكان، لأن الأحداث كلها تقع في المكان والزمان. طبعا الآن ربما يعني من أوائل من طبعا فكر الإغريق مثلا، فكروا في طبيعة المكان، ولكن كان تصورهم غائما للمكان. يعني حتى الفيثاغوريون، حتى ديموقريطوس إلى آخره، كان لديهم تصور المكان، ولكنه كان بصورة عامة ضبابيا. ربما أول من وضع تصورا دقيقا أو تصورا جليا وواضحا للمكان كان أرسطو في الواقع. فأرسطو تصور المكان على أنه حدود الأجسام، يعني قال إن المكان هو حدود الأجسام، يعني ليس هناك مكان من دون أجسام. المكان له وظيفة بصدد الأجسام وليس خارج الأجسام، فهو حدود الأجسام. هذا يعني أنه ليس هناك مكان من دون أجسام. المكان مرتبط ارتباطا جوهريا بالأجسام، فليس هناك وجود للمكان من دون الأجسام. ولذلك أرسطو قال أنه إن الخلاء مستحيل. الخلاء مستحيل لأنه الخلاء يعني مكانا من دون أجسام، وهذا طبعا مستحيل في رأي أرسطو، لأن المكان هو حدود الأجسام. فإذا لم يكن هناك أجسام لا يكون هناك مكان. ولذلك هو قال إن المكان محدود أيضا، يعني المكان محدود بالكون. الكون محدود، عبارة عن كرة محدودة، وليست يعني محدودة، ليست لا نهائية. والمكان في الواقع من ثم، فإن المكان محدود، المكان محدود بحدود الكون. يعني الكون له داخل وليس له خارج، له داخل فقط وليس له خارج، والداخل يضم المكان والمادة معا. فلذلك فإن المكان محدود، يعني هو عبارة عن كرة. المكان الكوني هو عبارة عن كرة محدودة. هذا هو المكان. هذه نظرة أرسطو كانت للمكان، وهذه ظلت سائدة على فكرة لمدة 2000 عام. يعني كان هناك مناقشة لها هنا وهناك، ولكن لم يكن هناك تحدي حقيقي لهذه الفكرة.
متى بدأ التحدي؟ في مطلع الحقبة الحديثة في القرن السادس عشر الميلادي، عندما اندلعت أو أشعل فتيل الثورة العلمية الكبرى. في الثورة العلمية الكبرى بدأت المناقشة الجدية في الواقع للتصور الأرسطي للمكان، وبدأت هناك تحديات لهذا المفهوم، لمفهوم المكان عند أرسطو. ولكن الذي تحدى هذا المفهوم في الواقع كان ديكارت. ديكارت في الواقع يعني تغير تصور وضع تصورا مغايرا لتصور أرسطو، كما بينت في محاضرات سابقة. في الواقع أهم شيء أنه نظر إلى أن هناك جوهرين في الوجود، المادة وجوهرها الامتداد extension res extensa، ومن جهة أخرى لدينا العقل أو الفكر، أو بالأحرى res cogitans، أي العقل وجوهره الفكر، وليس هناك أي علاقة بين الجوهرين. ربما الخالق هو الوحيد، أو الله هو الوحيد الذي يقيم قنطرة غير مباشرة ما بين الجوهرين، لكن الجوهرين منفصلان عن بعض، يعني منعزلان تماما عن بعضهما بعضا. المهم انه نحن يهمنا هنا الطبيعة. قال ان الطبيعة يعني هي عبارة عن مادة وامتداد، الامتداد هو جوهر المادة، من ثم كل امتداد يفيد مادة وكل مادة تفيد امتدادا. فالمكان هو عبارة عن مادة ممتدة، لا أكثر ولا أقل، مادة ممتدة امتدادا لا نهائيا، لكنها مادة على أي حال. يعني المكان هو مادة، ليس هناك مكان من دون مادة، فمن ثم فإن المكان هو مادة. يعني لم يميز تماما بين المادة والامتداد أو المكان، فالمكان هو مادة. وهذه الفكرة أن المكان هو مادة أو substance أو substantial، هذه في الواقع شاعت في أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي، وتبناها في بادئ الأمر، طبعا تبناها العديدون من ضمنهم الفيلسوف الألماني لايبنيتس. لايبنيتس ارتكز إلى هذا التصور الديكارتي، إلى أن قرأ كتاب نيوتن لبرينكيبيا، أي المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. عند ذاك توقف وانتقل إلى تصور آخر للمكان سآتي على ذكره لاحقا، لكن المهم أنه نيوتن تصدى لديكارت ونقد ديكارت كما بينت في محاضرة سابقة. من ضمن هذه الأمور أنه رفض فكرة الملاء، يعني قال لا، أن الخلاء ممكن وأن الحالة الطبيعية هي الخلاء وليس الملاء. ومن ثم يعني قال إن الأجسام تتحرك في الخلاء وليس كما قال أفلاطون وكما قال ديكارت، فهناك خلاء، والمكان في الواقع ليس مادة، المكان ليس مادة مثل المادة الملموسة، لا هو ليس مادة ولكنه إطار للمادة. توصل إلى النتيجة نيوتن أن المكان هو إطار مطلق لا نهائي يطيع هندسة إقليدس، وهو أزلي وأبدي، وهو قائم بذاته، بمعنى أنه قائم من دون المادة لكن المادة لا تقوم إلا به، فهو قائم بذاته المكان. إذن وعاء مطلق لا نهائي وثابت يشكل إطارا أساسيا للمكان للمادة. وطبعا هذه تسربت إلى كانط فيما بعد هذه الفكرة، ولكن أعطاها معنى متافيزيقيا مثاليا مختلفا عن المعنى الذي طرح فيه هذا المفهوم في المقام الأول عند نيوتن. المهم بالأمر أنه هذا فكرة الإطار. لايبنيتس بعد أن قرأ البرينكيبيا صدرت عام 1687، عام 1688 لايبنيتس قرأ البرينكيبيا وتأثر بها وإن عارضها، فعارضها في بشكل خاص في نظرته إلى المكان، قال ليس هناك مكان، لا هو مادة ولا له وجود قائم في ذاته، ولا هو أيضا إطار مطلق خارج إطار المادة. يعني إطار مطلق للمادة
وعاء للمادة ولكن قائم في ذاته. عارض كل هذه التصورات وقال إن المكان في الواقع، يعني رجع تقريبا إلى فكرة شبيهة بفكرة أرسطو، قال إن المكان مرتبط بالأجسام، هو في الواقع خاصية من خصائص الأجسام، هو في الواقع علاقة بين الأجسام، علاقة نسبية بين الأجسام، فهو منظومة علاقات بين الأجسام لا أكثر ولا أقل، ولذلك هو ينبع من طبيعة الأجسام وليس له وجود في حد ذاته. طرح هذه الفكرة لايبنيتس، لكن طبعا الذي انتصر هو فكرة نيوتن، على الأقل انتصرت لمدة 200 عام فكرة نيوتن، واعتمدت فكرة نيوتن لدى العلماء. الآن الخطوة، طبعا من بدأ بوضع علامات استفهام حول التصور النيوتوني الذي كان منتصرا كان أرنست ماخ، كما بينت في محاضرة سابقة. أرنست ماخ نقد نيوتون وقال إننا لا نلمس ولا نستطيع، كان طبعا وضعيا ماخ، فقال أنا لا أعترف بأي شيء لا يمكن قياسه، هذا مجرد افتراض عقلي يكون وليس حقيقة، أما الحقيقة الوحيدة هي القياسات، والقياسات لا تشير إلى إلى وجود المكان المطلق. المكان ليس، المكان المطلق مجرد وهم ميتافيزيقي وليس وجودا حقيقيا، لأن المكان في الواقع لا نستطيع أن نستدل على المكان في حد ذاته، نحن ما نشاهده وما نستطيع أن نستدل عليه هو الأجسام والجسيمات لا أكثر ولا أقل. فلذلك ماخ قال إنه يعني من الخطأ أن نتكلم عن حركة كما قال نيوتن، عن مثلا حركة متسارعة بالنسبة إلى المكان المطلق، لا، هذه هي حركة، والحركة المتسارعة كما بين نيوتن يصاحبها قوى سماها نيوتن قوى وهمية أو قوى قصورية، فقال إن هذه القوى الوهمية والقوى القصورية ليست قوى وهمية، هي قوى حقيقية، قوى حقيقية تنبع من التفاعل بين الجسم والكون، فكل جسم يتفاعل مع الكون في الواقع ويتسارع بالنسبة إلى مادة الكون، أي إلى النجوم، النجوم البعيدة، يعني هو لا يتسارع بالنسبة إلى المكان المطلق وإنما بالنسبة إلى النجوم البعيدة، والتفاعل بين الجسم وبين الكون كله في الواقع يعتمد على السرعة النسبية بين الجسم وبين الكون كله، فمن ثم نحن لدينا تفاعل واحد يتمظهر على شكل جاذبية نيوتن، ولكن أيضا يتمظهر على شكل هذه القوى التي أسماها نيوتن قوى وهمية وهي ليست كذلك. فقال إنه لابد أن يكون هناك قانون جاذبية أعم، هذا القانون جاذبية يأخذ بعين الاعتبار التمظهر على شكل جاذبية نيوتن وعلى شكل القوى الوهمية والقصور. ثم أتينا إلى أينشتاين، وبينت في المحاضرة السابقة كيف أن أينشتاين اعتمد فكرة السرعة المطلقة، أن سرعة الضوء هي سرعة مطلقة، هي نفسها بالنسبة إلى جميع مراجع الإسناد القصورية، أي بالنسبة إلى جميع منصات المشاهدة التي تتحرك بسرعة ثابتة في خطوط مستقيمة بالنسبة إلى بعضها بعضا وبعيدا عن تجمعات المادة. هذه فإذا هي يعني السرعة تظل كما هي، يعني صفة الإطلاق ألصقها ليس في المكان والزمان وإنما في سرعة الضوء. ولكن إذا فعلا كان الأمر كذلك أن سرعة الضوء هكذا، وهذا ما تبينه معادلات ماكسويل في الكهرومغناطيسية، إذا علينا أن نقر أنه ليس هناك مكان مطلق وليس هناك زمان مطلق، بالعكس أن المكان الطول والمكان الأطوال المكانية تعتمد على الحالة الحركية للمشاهد، ونفس الشيء بالنسبة إلى الفترات الزمنية، فالزمن نسبي والطول نسبي أو المكان نسبي، المكان ليس مطلقا لأنه يختلف من مشاهد إلى آخر، يعني مشاهد قصوري إلى آخر، والزمان أيضا ليس مطلقا وإنما يختلف
يتغير في الواقع من مشاهد إلى آخر، ليس مطلقا كما عند نيوتن. بالنسبة إلى نيوتن المكان مطلق بالنسبة إلى أي مشاهد، وزمان مطلق بالنسبة إلى أي مشاهد. أينشتاين خرج علينا بهذه الفكرة، قال لا، المكان في الواقع نسبي بالنسبة، ويتغير من مشاهد إلى آخر، مشاهد قصوري إلى آخر، والشيء نفسه يقال عن الزمان يتغير من مشاهد إلى آخر. فهو إذن هي عبارة، المكان هو عبارة عن علاقات نسبية بين الأجسام وبين المشاهدين، لا أكثر ولا أقل. طبعا هذه كانت ثورة كبيرة، يعني حطم مفهوم المكان المطلق والزمان المطلق. ومن ثم يعني وضع تصورا جديدا للمكان والزمان. الآن فيما بعد، بعد يعني حوالي 3 سنوات من وضع نظرية النسبية الخاصة التي حطمت مفهومي المكان المطلق والزمان المطلق، جاء هرمان مينكوفسكي ربما حوالي عام 1907 1908، قال بأن نظرية النسبية الخاصة تشير إلى أن الأساس هو ما يسمى الزمكان، أي فضاء رباعي 3 من أبعاده مكانية، والبعد الرابع هو الزمان. فعبارة عن فضاء رباعي هو الأساس، والمكان هو عبارة عن مقطع نسبي لهذا الزمكان، والزمان هو عبارة عن مقطع نسبي لهذا الزمكان. فالأساس هو هذا الزمكان، وهذا الزمكان يعني مطلق إلى حد ما، يعني يمكن أن نقول إنه مطلق إلى حد ما، ولكنه يعني فيه نوع من الإطلاق خلينا نحكي. ولكن على أي حال هو يحل محل المكان المطلق ومحل الزمان المطلق، الزمكان إذن. إلى أن طبعا أينشتاين استطاع أن يدغم فكرة النسبية الخاصة مع فكرة التسارع، مع فكرة الجاذبية، مع فكرة الزمكان، خلط هذه العناصر جميعا في الواقع بطريقة فذة، فتوصل إلى نظرية النسبية العامة، وتوصل إلى تصور جديد للزمكان. فقال إن الزمكان وليس فقط المكان، إن الزمكان هو يطيع هندسة ريمان، هو كيان ريماني، يعني هو زمكان ريماني، أي يطيع هندسة ريمان التي تتغير خصائصها من نقطة زمكانية إلى أخرى. فهو عبارة عن مجال، هو المجال الجاذبي، هندس يعني زمكان ريمان هو المجال الجاذبي. وأكثر من ذلك إنه أن الزمكان هو عبارة عن مجال، يعني لا هو مادة بالمعنى الديكارتي، ولا هو إطار مطلق بمعنى نيوتن، ولا هو حتى منظومة علاقات نسبية كما تصور لايبنتس وأينشتاين في النسبية الخاصة. قال لا، هو عبارة عن إطار عام، هو عفوا، هو عبارة عن مجال فيلد، عن مجال مادي، مش مادة وإنما مجال مادي. هو المجال الجاذبي هو عبارة عن مجال مادي يتفاعل مع غيره من المجالات المادية. تصور جديد تماما لفكرة المكان ولفكرة الزمكان. فهذه كانت يعني برضو ابتكار جديد في الواقع في تصورنا للزمكان، إلى أن نصل الآن. زمكان أينشتاين 3 أبعاد مكانية وبعد زمني واحد، ولكن كلوتسة قال، يعني عالم ألماني أو رياضي ألماني عام 1919، قال إنه أنا أستطيع أن أوحد الجاذبية مع الكهرومغناطيسية إذا افترضت أن الزمكان خماسي الأبعاد، أي لدي 4 أبعاد مكانية وبعد زمني واحد. ولسبب ما لا نستطيع أن نستدل مباشرة على البعد الرابع في المكان. فجاء بفكرة، طبعا كانت هذه مطروحة في الرياضيات، كان ريمان قد طرحها في منتصف القرن 19. تصور يعني قال رياضيا أستطيع أن أتصور فضاء بأي عدد من الأبعاد، وليس فقط ب3 أبعاد مكانية، يمكن أن أتصور أي عدد ممكن
من الأبعاد، يعني ريمان وضع هذه الفكرة في الواقع. فلكن فيزيائيا كالوتسا جاء بهذه الفكرة، قال إذا أنا افترضت أن هناك زمكانا خماسي الأبعاد أستطيع أن أوحد القوة، يعني التفاعل الكهرومغناطيسي والتفاعل الجاذبي في إطار واحد. فطرح هذه الفكرة، وهذه الفكرة ما زالت قائمة وإن كانت تراجعت، يعني لم تحقق نجاحا كافيا لكي ترسخ في الجماعة العلمية، ولكن على أي حال كاليوتسا جاء بهذه الفكرة. ولكن تم إحياء هذه الفكرة بطريقة جديدة منذ سبعينيات القرن العشرين في ما يسمى بنظرية الأوتار الفائقة سوبر سترينج ثيوري، وبصورة خاصة الشكل الأحدث من سوبر سترينج ثيوري وهي الأم ثيوري، نظرية الأم، أم النظريات إن شئتم. في هذه النظرية وجد أنه لا يستطيع المرء أن يحصل على إطار رياضي متماسك ومنسجم مع نفسه إلا إذا افترضنا وجود 11 بعدا للزمكان، بعد زمني واحد وعشرة أبعاد مكانية. هذه في الواقع التي تجعل النظرية متماسكة. ثم قيل طب ماذا بشأن السبعة أبعاد المكانية التي لا نراها ولا نستدل عليها؟ هون برزت الفكرة أنها تكون منطوية على نفسها بصورة صغيرة جدا، لذلك لا نستطيع أن نستدل عنها، نحتاج إلى تجارب ربما أكثر طاقة بكثير من التجارب التي أجريت حتى الآن لكي نستدل على أي منها. ولكن الأكثر من ذلك وجد أنها يمكن أن تطوى هذه الأبعاد بأعداد كبيرة من الأنواع، يعني ليس هناك طريقة واحدة لكي تطوى هذه الأبعاد على نفسها، وإنما هناك عدد ربما، يعني ربما 10^500 مرة من الطرق لكي الطرق أن تطوى فيها هذه الأبعاد. وهذه طبعا أدخلت نظرية الأوتار الفائقة في إشكال، لأنه هون يعني تبين بأنه لدينا عدد هائل من الاحتمالات، وحالتنا أو مادتنا أو كوننا لا يشكل سوى حالة واحدة من عدد كبير جدا جدا من الحالات. شو استفدنا؟ يعني لم يعني النظرية لا تفسر شيئا ملموسا حقيقة. على أي حال هذه مشكلة أخرى، ولكن هذه مشكلة موجودة في نظرية الأوتار الفائقة. بقي أن أقول طبعا في تصورات أخرى للمكان لا أريد أن أتطرق إليها، أنا تطرقت إلى التصورات الرئيسية، ولكن الآن في هناك شغل على محاولة اشتقاق هندسة الزمكان واشتقاق الزمكان مما هو أكثر جذرية منه، ولا أدري إلى ما سيقود هذا المشروع، ولكن أكثر ناس بيشتغلوا على هذا المشروع هم أصحاب نظرية لوب كوانتوم جرافيتي، نظرية الجاذبية الحلقية، لوب كوانتوم جرافيتي، نظرية الجاذبية الكوانتمية الحلقية بالعربي. ولا ندري إلى ما سيوصلنا هذا المشروع، ولكن هذا ملخص في الواقع لتاريخ تصوراتنا للمكان الذي هو أساسي في الفيزياء. فنستأنف حلقاتنا في سلسلة العقل العلمي في محاضرة قادمة. إلى اللقاء.